باش نخدمو الريدو ديال لي زويي، خصنا اول شيء نعرفو ناخدو لي ميزور، القياس ديال الخامية ولا الريدو اللي بغينا نديرو. اذا حنا كنشوفو مثلا هذه هي النافذة عندنا، يعني مثلا هي هذه، اذا فبالتالي هنا في هاد لي زويي ما كيبغيوش يكون مكمش بزاف بزاف. عندنا جوج طرق، اذا اول شيء غتشوف في غدير لا ترانكل، داك العلاقه ديال الخاميه هي هذه مثلا فوق، غتعبري ليها على الاقل 10 سنتيمتر. اذا فبالتالي كنديروها، اذا كيفاش ناخد عبار دابا؟ اذا غنعبر الطول من البلاصه اللي غدير فيها ديك الحديده ديال التعلاق او لا ترانكل، اذا منه الارض، هذا هو الطول ديال الريدو اللي غنديرو. اذا هذا هو الطول اللي غتعبره. بالنسبه للعرض عندك اختيارين، اما انك بغيتي ديري التكماش غير شويه، فبالتالي غنعبر هذا العرض من هنا مثلا، من غندير ا بي، اذا هذا العرض ا بي مثلا، اذا فبالتالي غنشوف هذا العرض وغنضربو في 1.5 سنتيمتر. نفرض ان هاد ا بي كتساوي 2 متر مثلا، وانا ما بغيتش التكماش بزاف، اذا فبالتالي العرض ديال الريدو خاصو يكون 2 في 1.5، هي خاصني ناخذ 3 متر ديال الثوب. الان الا بغيت التكماش يكون بزاف، اذا غناخذ الضعف، يعني عندي دائما الى افترضت ان ا بي كتساوي 2 متر عفوا، فبالتالي غناخذ عرض ديال الريدو يكون 2 مرات، يعني 2 في 2 هي 4 متر. اذا هذه الحاله الاولى الا بغينا التكماش يكون قليل، وهذه الحاله الثانيه الا بغينا التكماش يكون كثير، يعني هنا 1.5 في عرض ديال النافذه، وهنا 2 مرات، يعني عرض من فين غنوقف ديك لا ترانكل ديالي. اما الطول فهو الطول من الفوق الارض، او من الطول الحداش فين بغيتي تكون ديك الخاميه. اذا هذا بالنسبه للمقاييس. الان غندوزو نشوفو كيفاش غنخيطو. اذا هاد بالنسبه لهاد الريدوات بليزويي، غنشوفو هنا كتلاحظوا اذا فيه واحد لافاس ودوبل. اذا شوف هنا، هنا عندنا هاد البلاصه فيها هاد البلاستيكه هادي، شفتيها؟ اذا هاد البلاستيكه هادي هي اللي كتحدد ليا شحال بغيت ديال التكماش، غير شوي ولا بزاف. اذا غدا كندخل هادي في هادي، كان هاد التكماش غنديرو نخليو حتى من بعد. اذا هادي هي اللي غنشوفو فيها حنا، يعني هاد الوجه هو اللي غيكون مع وجه الثوب، هاد الوجه اللي ما فيهش هاد البلاستيكه هادي هي اللي غيكون ملاقي مع الظهر ديال الثوب، فبالتالي هادي هي اللي كنخليوها باينه باش يمكن لينا نديرو التكماش اللي بغينا. اذا الخياطه سهله، وهو كما قلت راه هو رخيص الثمن، هاد لابوند هادي رخيصه، وما كتاخذش لينا وقت طويل في الخياطه، يعني اي واحد ولو مبتدئ يقدر يخيط هاد الريدوات، هي سهلين بزاف. غنشوف الثوب عندي، انا الثوب خديت هنا هاد الثوب، طبعا كتني الثوب ملي كتبغي ديري هاد لي زويي كتنيهم، وغندير كما غادي نشرح لكم، غادي نتني هاد الطرف. اذا هنا عندي الثوب متني، غنتني هاد الطرف بالطبع باش ما يبقاش ليا مشنتف، وغنجيبو على الحرف على الحرف. اذا هذا هنا عندي، هذا هو وجه الثوب وهذا الظهر ديالو. اذا غندير انا هاد الظهر، لاحظتوا؟ بحيث هنا هادي غتبقى باينه ليا، خصني نشوفها، ما نديرهاش هي الدخلاني. اذا غنخدم دابا الماكينه ونخيطو مع بعضياتنا ونشوف. اذا غنخيطها عاديه، اذا قلنا لابوند غادي نخيطها، الوجه غيبقى هنا. اذا غندورها كلها بالخياطه كما كنخيطوا ديك لابوند عاديه. هالطريقه ملي نكمل الخياطه غنعاود نشوفوا كيفاش غادي نثقبوا هاد البلايص. اذا غندور كلها هاد لابوند بالخياطه، يعني من هنا من الجناب من هنا صافي، ما كنخيطوش الوسط. هذه هي الطريقه ديال الخياطه ديال هاد لابوند. بعد ما خيطت دابا هاد لابوند بالماكينه، خصنا ندخلوا لها نلصقوا لها هاد لي زانو، هادو كيعطيهم لكم اللي باع لكم هاد لابوند، ولا بد يعطيكم مع هادي، راه داخله في الثمن ديالها.
ده هذه باش كدير لا فينيسيون باش كتجيك مزيانه كتخبي العيب. كي غنديروا اذا خصنا نثقبوا هاد البلايص، ولكن ما تثقبوهمش كلهم في مره واحده، تصاوبي الاولى عاد دوز تتكملها ودوز الثانيه وهكا الثالثه باش ما يجيكمش مكمش وما يجيكمش فيه العيب. غنوريكم الان. اذا الا كان الثوب رهيف فبالتالي تقدر تخلي شويه هكا يعني متدور. انا غندور على هذه بالستيل ونعلمها. اذا هاد البلاصه اللي كتشوفوها انا دورتها بالستيلو ها هي، شوفوا مزيان ها هي دورتها بالستيلو. اذا الا كان الثوب رقيق تقدروا تدوروا شويه هنا يعني تخلي واحد شويه تاع الثوب ماشي مشكل، ولكن الا كان الثوب غليظ خاصكم دوروا يعني ما تخليوش الثوب لان ما غيدخلش لكم هاد لانو ويقدر يتهرس لكم. اذا فبالتالي غادي هاد كنعلم بلاصه ديال يعني الحفر اللي غنحفر او الثقب اللي غنثقب، وبالتالي غادي نقطعها دابا غندير في الطاق ولا كيتير ونقص ونقطع. اللي ما كتعرفش ما عمرها ما خدمت فيه تقدر دير واحد التجربه في انو واحد في الثوب اللي غتخدم فيه، تاخد طريف وتجرب. كاين يا ساهل ماشي. دابا انا غنقطعها شويه بالكيتر ومن بعد غنستعمل المقص غير باش نحفر هنا صافي، وغنقطع بالمقص. واخا يجي ما مقطعش مزيان هذا ماشي مشكل، هي الا كان مقص صغير يكون احسن. انا مقص كتشوفوا الان بانني قطعتها ها هي. دابا غنشد هاد لانو غنديرو من هاد الجهه الوجه ديال 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 الريده، راه كيت غادي تخشيه بهذه الطريقه وتورك. واو هنا هاو، ودوز للمرحله الثانيه يعني عاوتاني نثقب هاد البلاصه ونصوبها وهكا حنا غاديين بوحده بوحده. اذا فبالتالي الريدو كيطلع لك فواحد المده اللي هي وجيزه. الان بعد ما لي زانو صوبناهم كلهم، الان غنشوفوا الا بغيتها تبقى هكا او الا بغيتيها يكون فيها التكماش هنا شوي، غيجي التكماش غير شويه كتدخليها هكا او بغيتيها تكون مكمشه بزاف بحال هكا انتي واش بغيتي وصافي. وكتعلقيهم كتدخليهم، اذا هنا لا بار كتدخل هنا كتدخل في هاد لي زانو. اذا كتلاحظوا هذا هو الريدو اللي خيطت بعد ما علقتو، هو هذا شتو كتجي الستاره بهذا الشكل تماما كلي كيتباعو. اذا باسهل طريقه يمكن تصاوبوا هذا النوع من الستائر.